أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الناس في إكرام الضيف بين مبالغ ومقصر، وتختلف أحوالهم وقدراتهم في ذلك، فنحتاج إلى توجيه من سماحتكم في هذه السنة. السنة أن المضيف يقدم ما يجد ويتقي، يقدم ما يجد ويتقي، ولا يكلف شيئا لا يستطيعه، فيقدم مما عنده، يقدم مما عنده. نعم.